جينا مكان ما اعرف هذا المكان ايش. ايش هذا المكان؟ هذا 900 بارك، اماكن مخصصه للجماهير. طبعا هذه غير اماكن الفيفا، في اماكن مسوينها هني بالدوله مخصصه للجماهير. هني فعاليات الاطفال تحت 12 سنه يدخلون بلاش، وهذه فيها العاب للاطفال وللكبار، وفيها شاشات يعرضون المباريات. جميل، يعني اليوم مباراه البرازيل في اجواء نار. هذا المكان شوفوا، هذا الفعاليات هنا كلها، وهني الشاشه الضخمه اللي بنشاهد فيها المباراه. فعاليات الجيم، هني في فعالية، وهني أيضا في فعالية، وهني أيضا في فعالية، في كل مكان فعالية، الأهالي مستمتعين، وهناك تسدد كور وتشارك في تسديد، أي دورك تشوت ويرب حظك. والله شوفوا بعده بيحاول الحين، بيحاول إذا يطاح حظه أي بقول. هذا الشاب شاب ما شاء الله عليه، ياب 728. شوف أبو مشاري خليل البلوشي كم راح يجيب. والآن في التسديدة أبو مشاري يحاول ويعدي، جول 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 يا ولد خطا، ما شاء الله يا رب يهزمهم يا رب. شو مرير فيك؟ يلا روح محمد، الان يستعد للتسديد لتحطيم الرقم القياسي. سوري اسمعني. شوف الفتحات هذه اللي عليها النقاط 20 40 30. اي كوره تدخلها في واحده من الفتحات هذه بعطيك على الرقم الموجود ريال. يلا اوكي، يعني اذا 30 بوينتس اعطيك 30 ريال عماني. يلا روح لك ثلاث محاولات. اوكي، اذا ثلاثه تليبتين اجمع المبلغ كامل. يلا خلاص روح روح. دورك بصورك زي ما انت عارف. مالي مالي يا رجال، الله خلا بنشوف. خلا بالراس. ايوه عندك موضوع، ما خلص الموضوع يا جماعه. ومشاري وفي الجول. الثانية حاول. اوه تعال عندي الحين، تعال عندي. ابشر بالتذكرة يا ابو حمد. يا رب. اوه فسخ الجوتي زعطار. ابشر.